جد رايك. طير رئيس الطاقه طير رئيس الولايه طير رئيس الطاقه الضريبيه السلامه العامه صحتنا الرئيس خذ الصمازو جئت بيها بدمها وكترم ونار لاخوتي هيا للعلا سعيا. هنا نحن نخلد الذكرى 67 لتاسيس الامن الوطني، نستحضر باستعزاز كبير وفخر عارم التاريخ الزاخر لهذه المؤسسة العريقة، ونستخلص العبر والدروس الجميلة مما قدمه الرعيل الأول من الشرطيات والشرطيين من تضحيات جليلة في سبيل إعلاء سيادة القانون وإرساء الأمن في بلادنا العزيزة. وبهذه المناسبة يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي موظفات وموظفي ولاية أمن طنجة أن أتقدم لكم بجزيل الشكر وبالغ الامتنان على تشريفكم بحضور هذا الحفل ومشاركتكم أسرة الأمن الوطني فرحتها بهذه المناسبة التي تنهل من التاريخ أمجادها، وتتطلع للمستقبل بعزيمة راسخة لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم. واليوم تتجدد هذه العناية السامية وتتواصل فيها جلالة الملك محمد السادس حامل الأمة حفظه الله ورعاه، والذي عبر في أكثر من مناسبة عن سابغ العطف وجميل الرعاية التي ما فتئ جنابه الشريف يوليهما لأسرة الأمن الوطني نساء ورجالا عاملين ومتقاعدين، وهو ما تجسد بتعزيز الإطار القانوني المنظم لجهاز الأمن الوطني وتدعيم البناء المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لموظفي الشرطة. تم يومه 16 ماي 2023 والذي يتزامن مع احتفال المديرية العامة للأمن الوطني بالذكرى 67 لتأسيسها تدشين بناية أمنية تتضمن مجموعة من المرافق الأمنية خصوصا مقر الدائرة الأمنية الرابعة للشرطة وكذا مصلحة حوادث السير الثالثة. هذه البناية شيدت بمواصفات عصرية، وهذا التدشين كان بناء على قرار السيد المدير العام للأمن الوطني وكذا مراقبة التراب الوطني. كما شاهدتوا هذه المرافق مزودة بآليات حديثة وعصرية استجابة لتقريب الخدمات من المرتفقين وتجويد فضاءات الاستقبال وكذا الاشتغال بالنسبة للموظفين وتدعيم مفهوم شرطة القرب. الرئيس كلها